قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى الله أن ليبيا تفتقد يوميا نحو ستة ملايين دولار بسبب الخلل الأمني والمشاكل ما يعرف بالحراسة في الحقول الواقعة بالمنطقة الغربية صنع الله أشار على هامش مشاركته في المنتدى الليبي الإيطالي إلى أن حقل الفيل ما زال مغلقا منذ الثالث والعشرين من فبراير الماضي وحتى الآن